يعتري التشويش والفزع جل الأسر التي تضم بين أحضانها حالات لأبناء مصابين بأمراض مزمنة تستدعي المريض إلى التنويم داخل المستشفيات، وسرعان ما ينقلب حال هذه العائلات دون أن تتمكن من مسايرة الوضع المربك، مفسح المجال لظهور سلوكيات جديدة داخل الأسرة تتعدى المريض ترمي بظلالها على باقي أفراد الأسرة. وفي هذا الصدد مشاهدينا سوف نلقي الضوء على دور الأسرة في عملية التوازن بين مرافقة المريض وأيضا من ناحية أخرى تحمل أعباء المنزل. نتحدث في هذه الأمور كلها مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة لطيفة بن حميد، وهي أخصائية اجتماعية إكلينيكية. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله وسعد الله مساكم، وشكرا لاستضافتي واهتمامكم بهذه الفئة. مهم جدا فعلا، لأنه بتحصل كثير يعني في حالات مرضى منومة في المستشفى، بتلاقي في حالات بتطول، يعني في حالات بتقعد لها أشهر، في حالات بتقعد سنوات. فهنا الحالة النفسية يعني للأسر، إيش التغييرات بداية اللي بتطرأ على الأسرة للأفراد المنومين؟ أولا الأطفال راح يكون من متعافي إلى مريض، راح يكون يعني محصورة حركته، كان في مكانه يلعب في بيته ماخذ بكافة حريته. في المستشفى يختلف، راح يكون متنوم في السرير ما يتحرك، الأسرة راح تضطرب، يختلف الأدوار بينهم، يصيبهم قلق. طبعا اللي بيكون مرافق مع الطفل الأم، والأم دورها كبير للأسرة، يعني راح يخلق فرق كبير وتدهور في الأسرة، فنوع من القلق والاضطرابات يعني وتشتت، يعني راح يدخل في الضغوط النفسية والاجتماعية على الأسرة. هذه الضغوط الاجتماعية والنفسية أستاذة لطيفة قد تؤثر على الحياة اليومية، على أعباء المنزل اليومية، على العمل أيضا، على كل هذه الأمور. كيف الواحد يوازن وما يخلي أنه أوكي أنت في جهة، أوكي عندك مريض، بس عندك أعباء أخرى بالمقابل؟ أيوة هذا يعني بالاتفاق بين الوالدين طبعا، يحاولون أنهم يوازنون، يعني الأم راح تكون مرافقة للطفل، راح يتحمل كافة الأعباء الأب ودور الأم، ولكن يعني راح يخلق بعض من التغيرات النفسية والاضطرابات والقلق لحين يعود الوضع الطبيعي. يعني أحيانا بتحصل بعض الحالات اللي فيها طوارئ، يعني لا قدر الله عدم تكيف حتى مع المرض، عدم تكيف يعني حالات العناية المركزة والطوارئ وكل هذه الأمور بتستدعي فعلا القلق، مو بس على الأسرة المريض نفسه، بس على المحيطة، البيئة المحيطة بشكل عام. هنا كيف الواحد يعرف يتعامل مع هذا الموضوع؟ هنا يدخل دورنا أن نحاول أن نكيف الأسرة على تقبل المريض وضعه كطفل، يعني تقبل وضعه الصحي، يكيف نفسه ويكيف المحيط اللي عندهم، أنه يتقبلون وضعه الصحي، يوفرون المكان الآمن، يختلف يعني نحرص لهم أنهم متابعاته، يعني نوفر لهم الجوانب الترفيهية التوعوية إرشادي إذا احتاج مثلا أماكن معينة تخص صحة الطفل. جميل. احيانا يعني انت ذكرتي دور مهم في هذا الجانب، لكن احيانا بتلاقي بعض الاطباء للاسف اللي هم عارفه كيف يرموا الكلام، يعني مثلا انه والله هذا الابن صحته مو جيده وقاعده صحته تدهور. هنا قديش مدى تاثير الكلمه من الطبيب او من الافراد الطاقم الطبي لنفس ذوي المريض نفسه؟ هذا يعني لازم يكون اتفاق من الطاقم الطبي مع الأخصائي الاجتماعي، يحاول أنه يهيئ الأسرة ويحول يهيئ نفسه المريض أنه يتهيأ على تقبل يعني الأعراض اللي راح تكون للمرض، أنه طريقة المرض طبعا يعني بالاتفاق احنا ندخل ونحاول نهيئ، يعني ما نعطيه الخبر، لكن الطبيب في الأخير راح يبلغهم بهذا الأمر السيء. يعني نعم، أحيانا أنت ذكرتي في دور الأخصائي الخدمة الاجتماعية أحيانا ما بيكون متواجد أصلا في بعض المستشفيات، يعني إذا كان تغيب دوره فالوضع سيء يعني على المريض، يعني راح يتضاعف الموضوع. هذا لازم يكون أخصائي موجود، أو على الأقل الطبيب نفسه يحاول أنه يعمل دور الأخصائي إذا ما توفر. ولكن الآن الحمد لله المستشفيات كافتها عارفة بدور وأهمية الأخصائي الاجتماعي وتواجده. نعم جميل جدا، مهم أنه هذا الأخصائي يعني يمر على كافة خلنا نقول المرضى المنومين، يقدم العناية أو الخدمات اللازم هو يقدمها. إيش دوره الأخصائي؟ إيش يقدم لل يقدم جوانب أول شيء نفسية ترويحية، بجانب ما ذكرتي استعداده لتقبل المرض، تكيفه مع المرض لا سمح الله في بعض الأمراض الأورام مثلاً،
خلاص يعني أصيب بهذا المرض. إحنا وش دورنا؟ نحاول أن نكيف أنه يتقبل هذا المرض، يتقبل كيف يتعامل معه، يتكيف مع الوضع التغير الصحي الطارئ. بالإضافة إلى التوعوي، توعيته أنه على أساس أنه يتخلص من هذا المرض، يحاول أنه يتكيف معه مثلا بالتوعية وإرشاده إلى الجوانب أو الجهات المختصة. جميل جدا. طيب اسمحي لنا نأخذ معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ خالد الفقيه، وهو مساعد مدير العام للخدمات الصحية في جمعية عناية الخيرية الصحية لرعاية المرضى. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم أخي إيمان، حياكم الله. حياك الله أستاذ خالد. يعني تتبنى جمعية عناية جملة من الأهداف النبيلة في هذا الصدد، حدثنا عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمحي لي أستاذ إيمان أن أتقدم لكم باسم جميع منسوبي جمعية عناية خيرية، وعلى رأسهم معالي الدكتور عبد الرحمن سويلم والدكتور سلمان المطيري المدير العام للجمعية، أن تسمحوا لنا أن نعرف المشاهدين والمشاهدات عن جمعية عناية وبرامجها وما تقدم للمجتمع. جمعية عناية بشكل سريع أختي إيمان، هي أنشئت عام 1428 على يد مجموعة من الأطباء والاستشاريين ومن بعض رجال الأعمال لتوصيل الخدمة الطبية والعلاجية والتوعوية للمريض الفقير بجودة عالية. جميل جدا. من خلال هذا البرنامج وخلال تقريبا من عام 1428 وحتى نهاية 1438، الجمعية قدمت العديد من الأهداف والعديد من البرامج والعديد من المشاريع، وعلى رأسها مشروع تقريبا العلاج الخيري الذي يساهم في قضية إجراء العمليات الجراحية الصغيرة والمتوسطة في المستشفيات الحكومية والخاصة. يعني طبعا تعرفون تكلفة العلاج على الفقير سواء في المستشفيات الخاصة مكلفة على المريض، ومن هنا أتت قضية الجمعية أن تضع بعض الأهداف مع تسارع التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية التي يقودها في رؤية 2030 صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان. نعم. اتجهت الجمعية إلى أن تحدد مسارات العلاج أو مسارات الجمعية لكي تشمل المسار العلاجي والتأهيل ومسار الوقاية ومسار التوعية الصحية والتأهيل والتطوع. جميل. طبعا من ضمن الأهداف اللي هي التوسع في الخدمات الصحية وتطويرها وتحقيق رضا المستفيد. هذا يأتي من خلال فتح عيادات ومجمعات صحية، ونحن الآن الحمد لله رب العالمين في عام 1432 تم تدشين أول مشروع مجمع صحي للجمعية الخيرية تمتلكه الجمعية، افتتحه معالي الدكتور آنذاك وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيع مشكورا. نعم. وهي فيها عدة تخصصات طبية. الآن نحن في هذا التوسع لدينا خمس عيادات استشارية، خمس عيادات دائمة تقدم الخدمة الطبية إيش هي هذه العيادات أستاذ خالد؟ سمي؟ إيش هي هذه العيادات؟ فيها فئات مستهدفة معينة؟ نعم، في عيادة الطب العام، عندنا عيادة الطب الباطنية، عندنا النساء ولادة، عندنا الأنف والأذن والحنجرة، عندنا طب الأسنان. هذه تقريبا الخمس العيادات اللي الآن متواجدة، إضافة إلى الشراكة في من ضمن الأهداف هي توسيع الشراكة مع المتطوعين والمتطوعات من الأطباء الاستشاريين والاستشاريات لتقديم الخدمات الطبية لهؤلاء المرضى. إحنا الآن نفتخر أن لدينا أكثر من 18 عيادة استشارية يأتون هؤلاء الأطباء والطبيبات إلى مجمع عناية كل خميس وسبت، يقدمون متبرعين بأوقاتهم لخدمة المريض. طب كيف الآلية، آلية التقديم؟ يعني إذا في شخص فقير يعني أو أي شخص الحين يتابعنا ما عنده الإمكانية والاستطاعة أنه بتكلفة علاج معينة، كيف يقدم لكم يعني الجمعية؟ الجمعية طبعا عندها هناك لجنة طبية يرأسها سعادة الدكتور حسن القحطاني وهو استشاري جلدية. نعم. وهو متبرع كذلك، هو رئيس اللجنة الطبية لدينا في استشارات لتقديم المريض. احنا الآن موجودين في مخرج 14 في شرق الرياض. نعم. المجمع في جنوب الرياض مركز الآن متواجد، ونحن الآن نحن في صدد إن شاء الله تدشين المجمع الثاني في غرب الرياض. ما شاء الله. وسيلة التقديم في جمعية عناية إما عن طريق الإنترنت أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بجمعية عناية، بالإمكان أنه يدخل على جوجل أو محرك البحث يكتب جمعية عناية ثم يدخل على الخدمات الإلكترونية ويقدم تلقائيا، يرفع جميع الأوراق المتطلبة، أو عن طريق مراسلتنا عن طريق مواقعنا التواصل الاجتماعي في تويتر أو في بقية المواقع، أو عن طريق الاتصال أو عن طريق الواتساب أو عن طريق زيارة الجمعية. في كل الوسائل إحنا يستطيع المريض. جميل. من غير جهد ممكن أن يتواصل. والوقت أهم شيء، الوقت دائما المريض عنده أزمة وقت، ما في وقت يعني يقول لك. ولذلك نحن أنا أبشرك أستاذ إيمان وأبشر المستمعين، إحنا في العهد القديم أو في الزمن القديم أخذنا إصدار شهادة الأيزو
2008 الإصدار 9001 للإجراءات التي يعني تجويد العمل الصحي لدى جمعية عناية التي تسهل جميع الإجراءات للمريض. ونحن الآن في البارحة احتفلنا في قضية إنه شركة تي يو إف الألمانية منحت أو أوصت للجمعية الإصدار الجديد اللي هو 2015، وذلك لأن الجمعية تطبق جميع معايير الجودة في خدمة المريض. نعم. المريض لا يأخذ عندنا وقت في قضية إذا استكملت جميع الأوراقه، لا يأخذ الوقت الكبير مثل السابق، الآن تقريبا من 5 أيام إلى 7 أيام يستطيع المريض أن يحصل على الخدمة الطبية العلاجية التي يستحقها وفق اشتراطات جمعية عناية. جميل جدا. كلمة أخيرة تود إضافتها في هذا اللقاء أستاذ خالد؟ أنا أستاذ إيمان أشكركم أولا، وأشكر ضيفتك المتواجدة هنا، وأشكر جميع قناة المسؤولية قناة الأولى على إتاحة لنا هذه الفرصة. نعم. أنا أدعو المجتمع وأدعو المشاهدين والمشاهدات لدعم جمعية عناية لتحقيق أهم أهدافها، وهي استمرارية تقديم الخدمات الصحية من قضية تنمية الموارد المالية من خلال التبرعات أو المساهمة في رعاية بعض البرامج الخاصة في جمعية عناية، سواء المجمع الطبي الجديد أو عن طريق دعم المرضى بتوفير الأجهزة وتوفير الأدوية. جميل. نحن نسعى لتوسيع الشراكات. ممتاز. مع جميع فئات المجتمع سواء شركات او افراد. ونبشرك اننا نحن الان نستطيع يعني نفخر اننا نقدم الخدمه الطبيه للمريض. جميل جدا. بجوده عاليه في المستشفيات الحكوميه والخاصه المتميزه وليست التي تقدم الخدمه. نعم. العاديه. نعم جميل جدا، يعطيكم العافيه، موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ خالد فقيه على وجودك معنا او على هذه المداخله الهاتفيه، مساعد مدير الخدمات في جمعيه عنايه. شكرا. شكرا جزيلا لك. أعود لك يا أستاذة لطيفة، يعني هذه جهة من الجهات فعلا اللي بتقدم خدمات للمرضى، قديش موجودة هذه الخدمات أو مثل هذه الجمعيات اللي فعلا تعنى بهذه الفئة؟ أولا أحب أشكر أستاذ خالد على الطرح الجيد والجميل. نعم. ثاني شيء، هذه من الجهات المهمة لدينا، وإحنا صراحة نجد لها دور ملموس، وإحنا نحول لها يعني وبيننا تعاون بينها ممتاز يعني، نحاول نحول لهم، بس مو المرضى الأطفال يعني. نعم. يعني الفئات الباقية من. نعم. أجهزة طبية، من أدوية، حتى للأجانب والغير أجانب، لأنه. نعم. يعني السعوديين في جهات كثيرة، لكن الغير سعوديين محدودة الجهات اللي تخدمها. صحيح. وجمعية عناية من الجهات اللي تخدم المرضى، تخدم السعوديين والأجانب أيضا، السعوديين وغير السعوديين. نعم نعم جميل جدا. يعطيهم ألف عافية، فعلا. صحيح. خدمات وجهود جبارة يعني، وفعلا يستحقون لصالح فئات يعني مهمة والمرضى. أكيد. يعني صحيح، يستحقون أنه يدعمون يعني. ومهم جدا مثل ما ذكرت تواجد مثل هذه الجمعيات التي تعنى بالمرضى وتقديم الجودة العالية، يعني مو بس انه والله انا اهتم بمرضى، ويعني الحث اكثر على هذا الموضوع، والعناية هي الاهم في هذا الجانب. صحيح صحيح. جميل جدا. ايضا ايش اللي لازم يقدم للمرضى من وجهة نظرك، يعني خاصة لو تكلمنا عن المنومين منهم؟ ايوه، هو المنومين اهم شيء والجزء الاساسي لنجاح الخطة العلاجية، الجانب النفسي. اذا انه تحسنت جوانبه النفسية ورضى يعني وتكيف، نجحت الخطة العلاجية. ولكن اذا العكس يعني راح يعني يرفض العلاج، يرفض الخطة العلاجية، لم يتقبل المرض، لم يتكيف مع مرض، هذا يمكن إذا كان كبير، لكن لو كان طفل هنا ما هو عارف يعني. نعم. كيف حتكون نفسيته حتكون صعبة وكذا، فهنا مو عارف، ما عنده الثقافة مثل الكبير كيف يتعامل مع المرض، إيش يسوي، هو اعتماده فقط على اللي موجودين قدامه، أمه وأبوه. صحيح، عشان كذا احنا نحاول ان نسوي لهم زي اللقاءات الشهريه اللي بشكل هذا. عندنا طبعا على كل جناح في صالات مزوده بكافه الترفيه، الالعاب في مستشفى الملك خالد. نعم. هذه مستشفى. نعم. الملك خالد الجامعي يعني بهذه الفئه. عندهم في صالات الانتظار كل يعني الجدار مرسوم عليها شخصيات كرتونية تحبيب المكان، لأنه أكيد أنه راح يكون عنده مخاوف وعنده أفكار سيئة أنه هذا الطبيب راح يسوي له ألم،
الممرضة راح تجيب الإبرة، فإحنا نحاول أن نزيل المخاوف عنا، أن نحببه للمكان، نحاول أن نغير أفكاره السلبية إلى إيجابية. هذا الناس أنه ما راح يعطوني بس فقط إبرة وألم، أنه راح يعطوني دواء، راح يعني يرفهوني، راح يعني يلعبوني كذا، يعني ندخل بمداخل الأطفال. كذلك الأسرة نحاول نوعيهم أنه كيف يهيئونهم يعني مع أخوتهم، بيئتهم، إرشادهم الجهات اللي يقدرون أنهم يتوصلون لها للعلاج والاستماع. لأنه فعلا أحيانا نفس أهل المريض بيكونوا في حالة تخبط، أيوة صحيح، وزعزعة في الثقة يعني، أو في الحالة النفسية يعني بتكون في حالة ارتباك جدا، مو عارفين وين يروحوا وين يجوا، مين طبيعي يسألوا أيوة. إيش الحالة، طب الحالة دهورت، طب إيش أسوي أنا، فين نعم أروح نعم. إيش أعمل، فهنا ضروري الدعم في هذا الجانب. أيوة. فنحاول أن ندعمهم، نحاول أن نكون معاهم ونشوف النقاط اللي هو عندهم مشكلة ونحاول أن نعالجها. طيب يعطيك العافية أستاذة لطيفة بن حميد على وجودك معنا، على كل ما قدمتيه في معلومات مهمة لهذه الفئة، فئة المنومين في المستشفى. شكرا جزيلا لك. العفو، حياك.